السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، مهم جدا يا حبيبي. يا حبيبي اللايك والاشتراك أهم من الضيوف، الضيوف رحب فينا أول ما قد طلعنا جيمينج في قناتك. أيوة لازم اللايك والاشتراك. أول مقطع سكب علينا يا حبيبي. إيش هذا؟ اليوم يا جماعة الخير مجمع لكم شيبان فالكونز. لا شيبان والله الحمد لله مجمعهم قبل لا يموتون يا جماعة بلعبة ذكاء. اللي ما حمل تطبيق اس سي بلاي يا جماعه الخير لازم تحمله، ضروري جدا. تحصل رابط تحت بالوصف، وبرضه حسابات شباب تحت بالوصف يا حبيبي. الله الله، شكرا شكرا على الدعم، الله يعطيك العافيه. والله ابو الله يستاهلون، والله يستاهلون. سنابي دربحه، حط واحد اللي ما اشترك. واذا ما انت مشترك اشترك الان بهذه اللحظه. الان نلعب كود نيمز انا وابلزنج تيم. ازهلني ابو مشوار دربحه اقرا افكارك يا رايد، انا اقرا افكارك باذن الله، وانا واثق فيك. ازهل يلا نبدا، بسم الله يلا دربحه دربحه، ترى حتى انا واثق فيك يا حبيبي، وباذن الله الفوز لنا باذن واحد احد. باذن اللي ما تنام عينه. شلون احنا ازرق صح؟ ايوه انتم الازرق. احنا الازرق. انا اللي انا اللي بشرح الاوبز. يلا عندك اسمع هو اعطيك تلميحات ابو مشواح ولا ما اقدر؟ لا انا اعطيك تلميحات بس انا بفكر البعيد مره، فكر البعيد. طيب الحين هو قاعد يفكر لي صح؟ ايه فكر لك الان، فكر تربح والله انه صعب الحين صاكنا والله يا انها صعبه. باقي ما قد حطيت ميوت يا عيال، صعبه ده الحين بروح افكر والله صعبه مره. فكر يلا. اعطيتهم ميوت. واو يا عيال، بقول مدينه، بحط واحده، اخاف يختار افريقيا. لا بحط مدينه. ماتي انا عشان اجهز لك انا مره واحده. يا ابو كيف تشوف كلمات نديك تشوف كلمات لاني انا اشرح بعد. انت الهوست. ايوه اوه اسمع ركز من الان. أيوة. وجهز حط مدينة لمحيش ما في مش غالي بس واحده حظك اعطاك واحده. طيب في مغرب هنا بس لسه ممكن في مدينه ثانيه لسه ما شفت انا دقيقه. مغرب بس بشوف في شيء ثاني. مدينه اتكلم خلي قريب حوض افريقيا هذه مستحيل لو يقول مدينه والله لا صيدك يا دربحه. لوح دوده بابل، ترى في مدينه اسمها بابل. ورط طيب. ترى كان احس نيويورك 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 نيويورك، لو راح غير نيويورك احس انه مصيبه. ايوه نيويورك. ابو اروح نيويورك بسم الله. أيوة. على لا شيء لا صباحي بسم الله. اول واحده صراحه واحده دربعه والله انك يعني ظلمتني انا لو جبت يا اخي جس ترى يجس نبضك يا ابو عبير. شوف انت كيف ما حقر اللي بعدها. ابو اروح نيويورك كيفك ما لي دخل. ايش سعلك سعلك يا اسطوره ابو عبير ضايق فرحانين بعد فرحانين الله يزعلك على نقطه واحده. ليتك بدأ باثنين كاتب مدينة عليك. عندي أبو مش واحد دف عطنا يا الله. أوبلز ذكي يا عيال ورب الكعبة، أنا واثق فيه واثق بذكاءه مرة، لكن الكلمات صعبة. لو أقول له صباح ومغرب ودي أجمعها بشيء أكتب ليل، أكتب له ليل. أيوة وحط كلمتين ليل وحط له كلمتين بيختار صباح ومغرب. إذا هو ذكي مرة زهني يا ابو عبير. ان شاء الله باذن الله تكفى. لا يمشي تكفى صدقني زهني يسيف راسي بسويه. والله يستر الله يستر يا مجنون يا مجنون عليك. اقدح والله اقدح يعني المغرب ويعني الصباح عكس الليل. ان شاء الله يا رب والله اني انا واثق فيك بس يعني يا رب ايش هذا؟ هذا وانا مبارك لحظه ليل وكلمتين ليل وكلمتين دقيقه تكلم يا راي تكفى. الليل وكلمتين الى الان ما اشوف شيء. اشاره عبقري قطه رمانه صباح. اوكي صباح ممكن صباح لان ليل عكس صباح. شكرا. ايش ليل وكلمتين؟ ما خليه قطن كريم ولا كريم؟ هذه كريم. حوض افريقيا لوح يا لوح دوده متين يا اخي. لا ما يمدي يتكلم ما يمدي صباح ومغرب صباح ومغرب. والله لو يسويها لموت. المغرب في الليل والصباح عكس الليل. اوكي بروح للمضمون اول اللي هو صباح. المغرب هذه ما هي مدينه. حلوه ادرب حلف الجاسك. المغرب مدينه نعم لكن هي اقرب شيء مع الليل، ما في اي شيء ثاني يشابه الليل غير المغرب. مغرب بروح مغرب. يلا يا رب توكلنا على الله. والله العظيم ذكي قايل لك وماتك فيه. والله حبيبي ازهلني اكرم يا هددتك يا رايد صح؟ ازهلني والله العظيم ما في الا كذا عكس الليل صباح والمغرب. لا المغرب تفهم. بالليل والله بس اقراك يا رايد قايل لك ازهلني ذا الحين. ضربه اقوى منها ما في. وحش ضربه اخر شيء كلمه واحده.
رايد رايد دقيقة، هل عرقت؟ لا، هل توترت اني بجيب العيد؟ انا قلت اذا هو اوه ذكاء فاجئ بيجيبها، غيرها ما في والله. بس كيف؟ مقسم بالله كيف بداية وتفرق. أزهلني دربح، عطنا واحدة مرة ثانية بس. ها لا شلت الدربح، دربح قاعد يفكر الحين. دربح مسكنا ميوت. ايه بس حلو. طيب بفكر لك انا من الحين. ها اصبر. ايوه 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 اكيد. بفكر لك من الحين. الهيكل هو عضو فيه هياكل كثيرة، هياكل عظمية، وهذه اعضاء. عبقري يعني مخ هيكل، الجناح هيكل، بطن لوح هيكل، لا عسكري عسكري عسكري، مخبر وعضو واشارة، الاشارة اللي عند الاشارة، رجال المرور، عساكر، عسكري عسكري. طيب عضو واحد، مخبر اثنين، اشارة ثلاثة. ولا نشوف. اصبر ترى اذا فكر، اشوف هو ما يسمعنا، اذا فكر كثير يجيب العيد احس. الله يستر والله انه خارج السرعه. الله يستر. شوف دام عطى واحده قبل شويه ابو عبير بيصكك الحين ثلاثة أربعة. ايه بيتحمس ويجيب العيد وجينا السوداء ويجي. لا مو ما ادري تكوى. مخبر اثنين، اشاره ثلاثة، العساكر كريمين أربعة، بحط أربعة. لا بس ما عنده بطاقه، اختار بطاقة. الله يستر. بحط ثلاث. عسكري يا مجنون. أحا. يا مجنون. أوه. يا عسكري يا وحش. طيب بسم الله عسكري، بحط هذه على الدورة. لا نسيت إشارة. هليكوبتر ممكن. مخبر عضو. نسيت الدورة. والله واجد صح. دقيقة. طاقة غريب، لوح دون بابل، حرب ممكن. لا حبيبي قال لك ثلاثة. ايش انا داري داري. لا بس قاعد نشوف ايش هذا. جبت العيد. مخبر مخبر مخبر. جبت العيد. مخبر. لا جبت العيد. احط كذا كف اشارة. لا بعيدة. لا 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 انا ابى اروح اول شيء مع الدورة عسكرية. بسم الله. هذه واحد. يبيض وجهك. شكرا 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 يا شيخ. والله العظيم وين كنت تكفى. أزبا أزبا تكفى. زوم على وجه دربحة. تكفى زوم. أنا ما بشوفه حد. دربحة ولا كلمة. أبا سالب. يلا يلا يلا. بس لاحظة تفكير أبو عبير والله صح. دربحة أنت اللي هجيت فيه. مدري مدري هو تحمس ثلاثة لكن مدري في 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 شام كثير متشابهة. أبو مشواح معك جبل دف. لو شوفوا أنا الآن اختبرت أوبلتس، طلع ذكي مرة تبارك الرحمن ما شاء الله عليه ما شاء الله. لذلك لو أكتب له أعطيك كذا، بكتب أعطيك بيختار كف، أعطيك ثانية وش يعني شو يقول؟ أعطيك خلية لا، أبا أعطيك بطاقة، أعطيك جناح لا، أعطيك بطاقة. أنا بجرب أعطيك. والله انها قهر، والله انها قهر. اسمع عليك ما عليك، ريمونتادا صدقني صدقني يا ابو عبير، ريمونتادا جايه في الطريق. بس انت تحط حط زياده في الكلمات، يصير انا اجيب اللي هناك، حط شيء جديد. اعطيك بطاقه وكف، اعطيك كف. يدري اني انا احب الفلوس فاكيد بطاقه بيختار ان شاء الله باذن الله، ما ندري بس انه نضمن كف. اذا جاب كف الله يبيض وجهه. بسم الله شباب خلاص اعطيك اثنين، اعطيك كف وهذه 100% ما شاء الله. واعطيك اعطيك دوده. لا هذه ما وش ابغى بالدوده يعني. اعطيك بطاقه، اعطيك رمانه، ممكن رمانه اعطيك عطا، ما بعطيك خليه ولا بعطيك قطن. اعطيك 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 افريقي، اعطيك دوده، اعطيك حرب، اعطيك بطاقه كف. هو كف 100% هذه بضمنها الان. اعطيك كف تفضل. شكرا. حلو باقي الثانيه. اصبر اعطيك هليكوبتر، اعطيك قطه، اعطيك رمانه، ثاني رمانه هذا اقرب شيء. الاشياء الثانيه ما تعطى احس. اعطيك رمانه، اعطيك جناح، اعطيك قطه ممكن بس لا مستحيل ما راح تجي كذا ابو مشوح. تكفى لا تصدمني فيك يعني. اعطيك رمانه. خلاص جواب نهائي، توكلنا على الله. عادي 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 انت ايه لا 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 الفكره على واحده الثانيه اذا بس الحمد لله الحمد لله. لا ما علي ما علي ما علي ما علي بس انا علمه يعني. احتزم بي ابو علي كويس انه ما هي بلهم، ما هي بزرقه يعني عادي. يلا يلا مو مشكله، يلا اضرب احد الذرابح. طيب بسم الله. فندق فندق فيه جناح جناح وفيه قطن صح ولا لا؟ صح. المخدات المفارش كل شيء. بسم الله فندق. لا يقول لي بطاقه بتدخل بالباب الفندق هذه بامغطه. قطن
قطن وجناح فندق شقة، اكتب شقة عشان الشقة ما يدخلونها بالبطايق. شقة بمفتاح، شقة كلمتين. اي شقة في الحياة فيها قطن وفيها جناح؟ لا ما فيها جناح. فندق. بجيب العيد يا عيال، يا عيال ما ابغى يختار بطاقة. عالم 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 يعني عبقري. مجلس مجلس، فيه المجلس فيه القطن وفيه الكرم المجالس، وفيه أميرة. مجلس حريم مثلا فيه أميرة صح؟ ثلاثة، بسم الله نقدح. أوكي أسلم. أيوة مجلس رايد هذا، والله شكله مجلس رايد. بسم الله أنا بروح أحط دربة تطول مرة مرة تراك حرب. واسكت ها. شكرا والله اندربح الزل يوم كتب العسكرية، والله سكوت ولا كلمة. طيب اندربح والله عسكرية، كل الكلمات عسكرية، كل حقتهم عسكرية. والله صعبة عندنا، صعبة والله صعبة. لا لا انت ما شفت الكلمات كلها، كلماتهم كلها عسكرية يا اخي. صعبة صعبة مرة، صعب ترى. يا الله حبيبي ايش هالفوز السهل. عندي عندي ثلاث كلمات لي انا، لوح بطاقه افريقيا، اذا جابها فزنا. فبكتب يا بس، وبيجاوب يا لوح، وكلمه قديمه بطاقه. لا يا حبيبي يا لا لا ايش يا رايد، ما يبغى له الا هذا. لحظه ايش يا ما لين صلاح اجاوب يا اثنين يا اميره يا كريم يا كريم انا على بابك يا كريم. صح يا كريم. يا دوده، هذا إذا واحد ما يقر يا دود اجلس. يا 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 أخي إيش التلميح ذا أنت رايد عاد؟ طب إيش ذا؟ يا خلية يا قطن ما تجي، يا قطن يا كريم. ها أنا هذه أتوقع بحط عليها صوص. يا لوح يا لوح. يا لوح يا رايد يا لوح. إيش هذا يا لوح؟ مليون بالمية يا لوح. بحط يا لوح حبيبي. حبيبي تكوى نقصت كلك، قرى كل شيء إلا لوح. باقي واحدة، باقي واحدة. طيب الواحدة هذه أنا متأكد أنها اللي قبل، وكانت أعطيك هليكوبتر. يمكن تبغى تعطيني هليكوبتر صح؟ أعطيك حوض، أعطيك قطن، أعطيك دودة. أتوقع دودة، ابغى اشوف وجه رايد ومجلوطه لان لا ما يبدوده ما يبدوده. اعطيك بطاقه، اعطيك اشاره، ااشر لك يعني، اعطيك اشاره ولا لا، اعطيك قطه ما تجي يا اخي. اعطيك قطه، ايش انت فندقة قطط ما تجي. اعطيك اشاره، احس ان اعطيك اشاره ما في اي شيء ثاني. اعطيك هذه جابت فين العيد اللي قبل. اعطيك بطاقه، أعطيك إشارة، والله بطاقة أقرب بس لا يوي لا يكون السودة هذه. يا رايد إيش هذا؟ شكلي بسوي إنت. لا 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 بقفل بقفل بقفل، والله بقفل معلش. اللي تبي عادي عادي، أنا راضي يا حبيبي. حنا اثنين هم ثمانية باقي لهم. أربعة إيه أشتغل يا حبيبي. معليك بإذن الله بإذن الله بإذن الله. إيه دربة هتكفى، مفروض عنا نحل، أنت تفكر والله تطول. يلا يلا. كريم وعبقري من مواصفات الكفو، مع أميرة، أميرة الأمراء كفو، فبحط كفو، كفو أميرة ما حد يقدر يقول لها تخسين، كفو عبقري، عبقري كفو، كريم كفو، ثلاثة بسم الله بسم الله. كريم وأميرة وعبقري، بيطلع لي حوض، بيطلع لي أفريقي، بيطلع لي خلية، هنا مشكلة. بتفاهم معه تفاهم ثاني، نقول بسم الله. يا ولد الشاشة كلها حمراء، ما عندنا إلا واحد. شكله بالغلط بس. أنت دائما افتح اللي أنت متأكد منها أول شيء. عشان ياب أنا ياب اللي ياب. أنا متأكد منها. أنا متأكد منها 100% اللي فكيتها طلعت حمراء. والله حتى صاحبي يعطيني حروف يا لوح. يغلط علي وأحل معه. والله العظيم إنه أقرب كلمة لها يا لوح. آه كفو قاعد يمدح. يلا. كفو. يا ولد مجلس. وكفو مراجل عسكرية مرجلة. مراجل والله ماسكة. ايش كفو كريم؟ كفو رجال كريم كفو صح. دقيقة دودة بابل بطاقة شارع عضو عبقري، هذا ممكن واحد يقول عليه كفو صح. باقي أميرة لا تسكب عليها يا أبو عبير فأذبحك. جناح
جناح ايوه الدوده كفو ترى ابو فريق قطن حوم ابو عبير مو شرط تجيب الثلاثه كلها هذه نصيحتي لك والله اميره صح كيف اميره كفو اميره اكيد انها كفو تكفى لا ذكائك هذا خلوه لنا لا تعطيه ابدا طيب مخ انت خلي قريب صح عليك عبقري شكلها زودة حلو حلو طيب كفو عضو كفو عضو كفو هذا عضو جامد يعني فاهم فعال كفو عضو طب بجيب الشيء العسكري اللي هو فين العسكري عشان اربطه مع بجيب العسكري مستحيل خليه عسكريه لا يا عيال قطن ما مخبر هذه مخبر عسكري بابل ابشوف العسكري خريف طاقه عسكريه ما مستحيل كذا تفكر يا دربعه عضو عسكري ايوه عضو عسكري ايوه تكفى اميره تكفى مخبر هذا مخبر انا متاكد 100% انه عسكري انا حاط ميوت ما يسمع اشاره عسكريه ايوه الكوبتر يستخدمون يا عمي يا دربعه خليك في جراند الله يرحم ابوك تكفى ابغى اروح مع عضو عسكري ولا مخبر كلها يس اصبر اصبر بروح مخبر بروح مخبر يا حبيبي ايه قربوا ايش هذا صح خلاص يا اخي شكرا والله جابها صح جابها صح ترى صح 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 والله جابها صح صح عليك والله جابها صح عليك يا حبيبي يا حبيبي رايد شد حيلك خلاص حبيبي خلاص اي انا نفسه انا نفس هذا وانت بكيفك يعني يا اخي شقيتني بعطيك هذه كيف وش درى امي خذها قارة ايوه ابلش قارة افريقيا اوكي هذه انتهينا منها 100% قفل على افريقيا طيب الله اكبر باقي اعطيك كيف اجيب اميرة واشارة وجناح في كلمة بسم الله توكلنا على الله وجه رايد زوم على وجه رايد اعطيك بطاقة شكلها السودة ذي لا لا اصبر 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 يا اخي قطة انا توقعت في البداية بس ليش اعطيني قطة اعطيك القطة يمكن قطة الاستراحة راي تفكر كذا انت راعي قطات واستراحات في شكل هذه توقع تراك طول اه حبيبي ما لي خمس ثواني اصبر رايت شو اسمه اما توردها شو اسمها هذيك شو اسمها دربح فزعلنا وش اما توردها موارد الابطال ولا استرح وخلي المراجل لها لها امس هي هالعيلة هي القوم الحمد لله الحمد لله بس شارك معنا خسرنا يلا يلا خلاص الاخير اقدر اجيب الاخير الحين تكفى يا دربعه تكفى والله صعب لو يجيبون الاربع لو اسمع الحين انت لازم تستهد يا ابو عبيد اوكي هات الاربعه روح يلا. بس روح يلا ميوت بسم الله توكلنا على الله حطيت ميوت طيب اميره مفروض انه يسوي تحريات هو من كلمه كفو طيب اكتب فندق جناح وقطن فندق حلو جناح وقطن اختار بطاقه السجن السجون فيها قطن المفارش وفيها أجنحة السجون عنبر واحد عنبر اثنين عنبر هذه هي السجون معروفة وفيها برضو يا أخي والله حط السجن واثنين وبسم الله فك خلاص السجن السجن ها السجن هذا شكل أميرة سودة وقاعد يبعد عن الأميرة وأنا قاعد ألمح لها من اليوم أميرة يا ود لا تفكر إذا ربحت تكفى طيب أسألكم بالله تكتبوا في التعليقات وش رأيكم بتحرياتي وتحليلي لما قال لي عسكري وهذه ممكن لما قال لي مجلس جناح ومجلس أتوقع اختار هوليكوبتر هذا اللي انتك فيها قبل شوية تقول أنا شكيت من هوليكوبتر أيوه جناح اللي هو مجلس بعدين إشارة يا إشارة تبع التنظيم منو اللي شغلها العسكري نعطيك إشارة هنا جبت هذه مجلس جناح هوليكوبتر اللي هي العسكري لا أتوقع لا أميرة لا. السجن ممكن هذه أكثر أربع أعطيك إشارة بستبعدها أعطيك إشارة استبعدها سجن بسم الله على بركة الله ببدأ بالمجلس جناح يا رب يا كريم يس بسم الله العسكري باقي لي واحدة هي أقرب شيء للعسكري خريف 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 قطن بابل مش مدري بابل ليش بابل أحس إنها منطقة بسم الله هليكوبتر يا رب يا كريم لا ولا خليني أروح على خلية سجن قطن سجن حوض السجن حوض بابل يا حبيبي وترتنا اخلص بسم الله هوليكوبتر ميوت والله وترني انا بعد هوليكوبتر اللي هي عسكري يا رب يا كريم
لا يلا بس هات الأخيرة هات الأخيرة خلاص هات الأخيرة خلاص هات الإشارة ما هي من تنظيم العساكر الإشارة خذها مني اسكت 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 بنك أوه بنك بنك أوه شكصد بنك شش قطن قطن يمكن خلية البنك دودة في دود في البنك يا حبيبي دف البطاقة البنكية دف البطاقة هاي ألف مبروك يا مشواع بطاقة بنك وشكرا والله يقهر والله يقهر والله يقهر كنت بقول أعطيك كف حطيت معها بطاقة لأني أنا أحب فلوس ترى أكثر كلمة أنت تدور عند البطاقة والله من البداية شكيت فيها بعدين حطيت لك كفو وشو أميرة أكيد كفو ومرتين ومفخش ما كفو والله من جد يا عيال دربحة يفكر كذا صدق دربحة القطن السجن السجن ينامون عليش العسكرية أنت ما شفت هالكبتة ينامون على القطن السجن ما في مفارشهم السجن ينامون على القطن ايوه ينامون على مفارش مخدات فيها قطن وفيها جناح يلا قالك حبيبي في البيت تنام عليش مخده فيها رمل قطن حتى البيت الله يا اخي في خيارات والله والله يا عيال صعبه يا عيال صعبه الان الان العكس اوبلز اشرح لي وابو عبير يشرح لي اسهلني تعال 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 يلا انزل تحت بسم الله اذا فزنا في فاصله يا رايد ايوه يا رب من احنا نبدا احنا نبدا صح ايه يلا يلا ما سلام حط ميوت وابد سولف يلا يلا يا رب طيب يا جماعة الخير عندنا زيتون الماس علم فندق ماء رحلة زحل رسم إطار الله الله يا حبيبي إيش هذا أقدر أجيب زحل ورحلة زحل ورحلة أكتب فضاء رحلة فضائية وراح تروح زحل بس ممكن يقدر يجيبون منها جندي فندق عود مشتري لا في مشتري بعد يا الله في كوكبين حزام صفارة بلبل طيب اصبر اصبر نبغى نروح شيء ثاني رسم وإطار لوحة 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 فيها رسم وفيها إطار إطار اللوحة واللوحة مرسومة بس خلنا نشوف هل عندهم شيء ما في أنا جاهز أنا جاهز يلا بسم الله وأنا جاهز بعد جاهز امسك يا رب إنها بعيدة يلا تفضل أوبلز فائق الذكاء ما شاء الله فلذلك يحاول سعين أول شيء لازم يعطين شيء سهل لوحة أصول أصول إنه رسم هذا ما حتى ما أفكر أيوة يا شيخ لوحة ممكن يكون فيها إطار حلوين إطار لوحة هذا شيء واو فارس مستحيل فارس وزيتونة فارس زيتونة يا الله باي باي طيب شارب تنين الماس انا بلندن رابط طباخ مضرب مشتري عود ماء فندق جندي بلبل صفارة حزام رحلة سور ليزر يا حبيبي اطار وكف بعد الله اكبر يا واس ايوه يا شيخ الحمد لله ايزي ايزي ايزي, إيزي, إيزي يمسكم سكوك ترى لعبت وصول انا ابو مشوار ايوه انا دريت ان اول شيء سهل انا ادري حد ابنها يلا ايوه ايوه روح افلم طيب بسم الله مره صعبه بالنسبه لي بلعب على كلمه واحده عيال المفروض العب على كلمتين انا عندي مشتري وعود ليزر ومضرب وطباخ ابغى نفسي استخدم رابط عشان يوتيوب بس ايش ادمج معاه انا ما ادري رابط عود هو ممكن اقرب شيء جلسه موسيقيه بس لازم كلمه توقع ممكن اختار نفسي اكتب بث طرب كلمتين ابغى اكتب بث طرب هي الكلمه نرابط كلمتين الحين شغل مخك يلا عند أربعة بيفكر أبو عبير بيجي ضغط وسكر يلا ما عليه بث طرب بث طرب حبيبي ترى المفروض تستخدم كلمة واحدة ترى لا 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 هي كلمة واحدة طرب يعني طيب إيه خلاص أيوة ما تكتب بث حبيبي طيب بسم الله مبدئيا العود من باب الطرب والعود تشتريه فمشتري هذه أصول حلو طيب فارس يمكن فارس برضه فارس لانه يمكن اللي دق فارس هذا في مطرب اسمه فارس زيتون فارس مهدي ايوه فارس مهدي طيب الماس مضرب طباخ طبيب تقدر تحط دبن او هذا تقدر تسال اللي تبي مع الكام رابط لندن روح ابو عبير لا تنكتم كذا والله
حلو بس تفكيره جاي اخر الجنود حلو. بما اني كنت عسكري في الحصه الصباحيه كنا نهرول ونقول يا صباح الخير يا بلادي يا بلادي يا سعوديه، فحنا نضرب في الميادين. دخل جندي سور طرب احلى حزام صفاره بلبل ليزر. طيب عود هذه يعني البدايه، هو ستريمر حلو ممتاز الحمد لله حلو. بث طيب يا ودي هذا الطرب. طيب يمكن فارس بث ولا السياره تربط حزام الماء وتنطرب تشغل مسجل. لا بس هو قال بث بث حزام سياره والله مو كلمه واحده مو كلمتين بث 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 والله لو ما جاب رابط انها كارثه يا الله. انا حط بث عشان رابط بث البث له رابط اخيرا البث له رابط ايوه اصول 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 ايوه واللي كان واللي كان واللي كان يبث فارس بسم الله يلا خلاص عندك عندك يا ابو يقلع ام الهبد اللي شفته يقلع ام الهبد. طيب والله ازهني يا ابو عبير ازهني يلا يلا مع السلامه مع السلامه يلا ازهني ورب المصحف يا شيخ ما يعدون وحش وحش توترت توترت وحش وحش لا دعني لي كيف يا ابو عبير امانه حبيبي حبيبي اطربتك صح اطربتني مره مره اطربتني مره يسلك يا عيال يسلك الله يسلك الله يا ولد بغيت اموت يا ولد حبس عشان هو ستريمر قلت والله جابها انه مصيبه كان رابط جندي يقول لك بث جندي يا ولد مو شقني عندنا زيتون والماس وعلم وماء وفندق ورحله وزحل. كنت افكر ايش اجازه الاجازه رحله في نفس الوقت تاخذ فندق، بس لاحظت ان عندهم لندن فممكن رايد يختار لندن. فكرت معدن الماس وماء، الالماس معدن لكن الماء لا والله مو ما يعتبر معدن. فكرت بالعلم هذه كيف ندفها زيتون بعد والله نكبه والله الكريمات بتهج سفر نقدر نقول سفر رحله فندق بس اثنين بس والله بلندن لندن ناكبتنا يا جماعة ما في أي شيء ثاني. هل في شيء ثاني غير المعدن غير الألماس؟ لو نقول كيمياء الألماس شيء كيميائي كيميائي هو ما أدري عنصر 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 الألماس عنصر والماء عنصر عنصر تكفى عنصر عنصر يلا جاهز جاهز انا يلا يلا انا خايف ترى يلا بسم الله يلا يا رب يلا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله اسلم وشو هذا لحظه سؤالي هو انا حطيت عنصر عنصر الماس تنين شارب زيتون فارس عنصر فندق ماء مشتري سور. طيب عنصر يا عيال عنصر شيء صعب مرة أنا ماني شايف أي عناصر هنا موجودة قاعد أدور عنصر واحد ما في عنصر الموية فيه أيوه أيوه الموية أنا حاط ميوتي عنصر ممكن الموية. ممكن تكون ممكن تكون مرض عنصر يا رجل ما بقولكم عنصر من العناصر العنصر الأول علم علم ممكن يكون عنصر عنصر العلم العلم يمكن علم جماعة استوعبت ان الالماس مو عنصر ما اتوقع انه عنصر اتوقع انه معدن بس تمشي الماء عنصر اتوقع صفار والله ماني فاهم ولا كلمة والله العظيم ما في ولا شيء يشوف انه في عنصر عنصر الماء عنصر شارب عنصر مضرب مشتري سور ليزر الله جيب العيد وحش اي والله بجيب العيد انا بس انه اخر اخر كلماتي قبل لا اجيب العيد عنصر زحل زحل عنصر رحلة طباخ زيتون شارب تنين الماس علم لندن فندق جندي بلبل صفارة مرض أبى أشوف مرض أبلح 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 الحمد لله الحمد لله وايد العناصر مرة صعبة العناصر عنصر كيمياء درست كيمياء في حياتك ما عمري ما عمري أي الماء الماء ما هو بعنصر الماء الماء عنصر يا أخي الماس الألماس عنصر إذا أنت حصلت كيمياء ما داوم أنا يا أخي حرام عليك يا أخي إيش ليش تختار مرض فهمني يا راجل كيف العنصر ما أدري عشوائية الصدق سبحان الله حظي على السودة آه يا القهر
يا عيال درب حبيبوس علي هو ابو عبير شلون يا شباب يا شباب انصفوني انا مالي دخل تنميحتي كويسه طيب منو ذا اسمع خلي على انا اشرح لك اضمن لي انا اضمن لي انا يلا 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 انت يا ابو عبير ايش تبغى ايش تبغى انت ايش تبغى انا ابغى افكر انت ايش ودك علمني انت تلميحاتك افضل يلا بسم الله يلا روح ما عليك مدام هذا تفكير رايد امورنا شبيك لا لا رايد بشرى الحين انا بشرى بشرى يا ابو مشواح حفا والله العظيم هذا قاعد يغلط علي الحين انا اوريك الله يستر الله يستر بس يا جماعة من يا الان اشترك اشترك الحين اشترك انزل تحت واشترك بسرعة شوفك شوفونا معيال شوفوني بيشترك بالله شوفوا الله يسعدك الله يسعدك عندكم عندكم انت ابو عبير احنا خلاص الحين احنا بادين ايوه يلا عطى التلميح يلا بسم الله صبرك بس خليه يحط جبن كلمات يا يا الله رايد فكنا من نياء وما ادري هو والله انه سهله ولا واحده اخطيت فيها انت اي والله سبحان الله والله انه كان عندي احساس انه واحد بيطيح في السوداء صح يا رايد ويلي القهري والله مشكله اختار ابعد شيء في العالم اي والله والله المرض عنصر اتق الله في الكيمياء حقتك يا حبيبي والله ما اعرف يا شيخ احلق شنب رايد اذا ما فزت اوكي على كيفك ها على حسي ابو عبير الحين يحسب انه يبث ترى قاعد يسولف مع الكاميرا والله بيطول ترى بياخذ راحته مره عليك عليك طيب بسم الله على بركه الله طيب عندنا ممرضه وقنبله وسياره مركز وخليج وقلب رز طيب ابو شوف شيء عشان لا يتلخبط بين زر مصباح ممكن اكتب اجي المفتاح مفتاح يروح لزر مصباح اذا فكيت المفتاح اشتغل المصباح اكتب مفتاح هذول اثنين بسم الله اثنين مفتاح ايوه حلو 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 طيب مفتاح الممرضة تدخل المستشفى فلازم مفتاح قبل ما له دخل عمر مليونير قنبلة القنبلة لها مفتاح ايه سيارة لها مفتاح يا اخي ايش هذا الهبد يا اخي المركز لها مفتاح خيل تجي كلها صح ميوت زر. ميوت يا ابو عبير سالف ايوه المصباح له مفتاح طيب طوكيو اسبانيا عمارة العمارة لها مفتاح لا عمارة لا جاب كل شيء صح طبيب ملف يمكن الملف داخل درج مقفل في المفتاح مخطط المخطط ينحط داخل الدولاب فالدولاب له مفتاح ذا الحين نروح على سيارة حلو ابدا ونروح على العمارة أو المركز كلها لها مفاتيح بس نروح للعمارة حلو مفتاح زر الله ما ادري يا ود اشرح مني ما في يلا عمارة يا شيخ الله شكرا يا شكرا الله رب العالمين شكرا يا ود انت طبيعي انت هدوء هدوء شكرا شكرا هدو. شكرا طيب روح ابو مشواه روح مفتاح. ابو عبير نسى يفك الميوت ابو عبير فك انا سريع انا ما اطول ولا اوجع قلبك تكفى طفل ابو عبير ما نسمعك طفل لا أضل المصباح من كثر ما عم ما يلام والله أبوه العمارة ما لها مفتاح يا أخي ايش ممرضة تأخذ مفتاح معها وطبيعي تروح تداوم على المستشفى يمكن مفتوح خدها مني سفرة ولا سفرة ما حد يدري رايد حط ميوت يا رايد تكفى مانا السفرة سفرة سفرة واضح أسبانيا حطيت ميوت تكفى أيوة أحسن وطوكيو تكفى الله يوفق الخليج تسافر للخليج ممكن غول تاخذ غول معك يسافر ممكن كيف كذا تسافر تسافر بالحبل لا هذا ما له دخل ما يسمعني هو تسافر تكون مليونير عشان تسافر هذه ممكن غساله تاخذ معك غساله في السفر لا ما اتوقع ذهب طبيب ملف مخطط طبق زجاج اوكي اتوقع انها اسبانيا وطوكيو وخليج هذول سفر حقين سفر فبنروح طوكيو اول شيء بسم الله نايس نايس شكرا شكرا اسبانيا شكرا 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 والخليج بس الخليج اوكي ما بتفلسف لا صح الحمد لله جاوب لكم جاوب لكم يا المحظوظين اي والله جاوبنا الحمد لله يا حبيبي اسحب ابو عبير ما ادري وين ها تو جاء دوري ها ايوه دورك يا ابو عبير دوري ها ايش فيك دقيقه ايش فيك يا ابو عبير امانه ايش بك يعني شوف المقطع نزل رايد المقطع لازم تشوفه ترى ضروري امان اي ضروري الله يسعدك ربي يكرمك حبيبي يكرمك بروح حط الدبن يا يلا 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 واثق فيك يا حبيبي واثق فيك بسم الله تكفى تكفى يا ابو عبير تكفى ساعدني بساعدك طيب يلا اعصابي خربت سوي حركه
مفتاح. أختار اللي هو اختاره. اختار هو ممرضة قنبلة. هذي اثنين لازم يختار زر مصباح. وهو بكيفه اختار أربعة لأنه كان تفكيره بس لو نزل تحت كارثة. يا عيال بالله العمارة ما لها مفتاح. لا لا طبعا. طيب المفتاح وشو؟ مصباح له مفتاح. اختار المصباح دالحين. سألنا ولا تسألين؟ أي أسألك أنت؟ تبي أعلمك يعني؟ ولا أدري والله. عندك خوي يا حبيبي اسأل خويك. لا لا تسأل خويك. أفاجئه كذا. أبغى أفاجئه. عنصر المفاجأة. بختار مصباح. المصباح له مفتاح. مصباح تشغله بالمفتاح. فكر فكر رايد في اللي بعده. أوه القنبلة. والله القنبلة لها مفتاح. بختار القنبلة. القنبلة القنبلة. أبشر بي يا أبو عبد. يا رب إنها السوداء وتفجر الفيديو كامل. أوه والله يمكن. مفتاح. لا لا تعيد. مفتاح أربعة. لا تعيد. ميوت الأمير خلك جاهز. حط دقيقة. طيب ديفن ميوت بس. طيب القنبلة لها مفتاح. والله إنه صادق. طيب مركز. المركز لها مفتاح تقفل ويشتغل. مشيت على تفكيره. زر. طيب زر. المصباح له مفتاح. كيف يطفى ويشتغل بالمفتاح؟ زر زر. طيب ناخذ أقرب واحدة إنها صح. حلو. أقرب واحدة. أقرب واحدة مصباح. هي أقرب. بختار هي الكب. ها والله ما أدري. يلا هي هي أقرب واحدة. أيوة صح. قايل لك برضيك يا أبو عبير زهني. در. طيب در. ما حد قال شيء. طيب در. القنبلة لها مفتاح. أبو عبير زهني المركز لها مفتاح برضه. يا حبيبي زهني. ايش هذا الزر؟ رب الكافر. طيب. والله متأكد التلميح مرة ما له دخل. طيب والله العظيم ما غشيت. والله العظيم هذا الحظ له دخل. طيب الزر. الحظ له مفتاح. كيف اختاره؟ بشكله امزح امزح. طيب ذهب. محل ذهب. جلا طبع عبير شكله. هو باقي واحدة. باقي واحدة. زر زر. طيب. زر مفتاح. هو المفتاح عبارة عن زر. لا لا ما نبغى نغبر. احنا نتقدم عليكم. والله اني اسطوره. والله العظيم تحليل صح. واحدة. طيب شباب بختار محل الذهب. مستحيل محل الذهب ما في مفتاح ذهب. بس ما اتوقع ويقصد الذهب نفسه ما هو المحل. طيب ملف مخطط طبق زجاجه عين زر. اقرا زر. لا لا خلاص خلاص كذا اكثر من كذا ما اقدر اعطيه. والله عصرت مخي كثير. خلاص خلاص. وش رايك فيني يا ابو عمير؟ امانه جاوبني. ارضيتك؟ والله اقدر احلف انها هبد. فهب وحش. وحش يا حبيبي وحش. قل والله العظيم اني وحش. عندي وحش والله. تكفى ابو مشواح عدوله. تكفى تهني يا ابو عبير. تهني. وحش وحش. يا عمري اذربح. يوه خبر يجيك. ارضيك ارضيك على طول. ما يرضيني والله وحش. طيب ابو الذكي ويفهمها وهي طايره فلازم استغل ذكاؤه باشياء كثيره يجاوبها. لو كتبت اراضي بيقول مليونير مخطط أراضي. لكن لو أكتب بيت أو أكتب قصر. القصر فيه غسالة ومليونير أرض. مكتب. لو أكتب مكتب عقار. أكتب عقارات. عقارات ملف مخطط مليونير عقارات. عقارات وحط له ثلاثة يختار لي ملف مخطط ومليونير. أصفق له خلاص. والله ما بيشي. جاهز جاهز. دف يا ربي كريم. بسم الله. ازهلني. هات عقارات. عقارات من اللي عنده عقارات؟ المليونير. ومن ومخطط. مخطط هذا عقارات. كم كلمة؟ ثلاث كلمات حبيبي. ايش هذا؟ طيب بنبدأ بالواضح. المخطط هو اقرب شيء للعقارات. انا متأكد منها. هذه غول ممرضة حبل عمر مليونير حريق. العقارات تنحرق. الله يكفينا شر. لا ان شاء الله. ذهب ما أظن. حظ عين. اللي عنده عقارات سكونه بعين. بس لا لا مخطط وملف. ملف له دخل. ملف عقارات. يا رب لو يصبر. شوف خلنا نقفل على مخطط. حلو الحمد لله. مليونير عقارات. مليونير هذه 100%. تكفى فعلا. مصيبة يا رائد لو انك ما هي موجودة. مصيبة يا رب. الناس سوداء يا رب. والله اني خايف. ما ابغى اقفل ام السالفة. يا رب الناس سودة يا رب. عقارات دقيقة. طبيب عقارات مليونير حبيبي. شكرا. شكرا شكرا شكرا. طيب باقي واحدة. باقي واحدة. غول ممرضة حبل عمر. الصف الأول انسى. حريق لا. غسالة قلب زر انسى.
ذهب حظ عين لا ملف ما في إلا ملف طبق زجاج ملف عقارات ملف عقارات ملف عقارات ما في أي شيء ذهب ممكن ذهب تشتري فيه عقارات تبيع تشتري فيه عقارات أقدر أقفل بس في نفس الوقت ما ودي صدق أبغى أتعدى الشباب والله لا أقدح عطني ملف تكفى أيوة يا ذكي والله العظيم إنك ذكي يا رجال حبيبي ايش رايك بالله ايش رايك تكفى بالله انك اسطوره يا شيخ واو تعبت بالكلمه اللي تجيب ثلاث كلمات شلون ايوه ملفات عقار وراضي كلم ملفات ازهلني ايه جيب شيء بعيد والله ايوه هذا اقسم بالله قاعد اسوي ترى هذه بعيده ازهلني اسطورتي ازهلني يلا 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 رايح انا بروح ابو عبير راح اخذ حبوب الضغط والسكر يا حبيبي يلا 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 يا رب يا رب واو تكفى بقالهم اربع بقالنا ثلاثه بطني وجعني ترى والله والله يا اول مره اتوتر والله العظيم بطني وجعني يا رب يا كريم الله يا وجه الله اللهم وفق اللهم وفق اكتب له باكيجات والمفتاح كتبت له المفتاح على الزر ابغى اكتب له باكيجات باكيجات حظ وبحط كلمتين باكيجات حظ قصدي على هذا باكيجات باكيجات ولازم يجيب الزر بسم الله يا ولد هذه الفاصلة والله من الفاصلة ويلي القهر بإذن الله بإذن الله هذه لنا في الجيب إن شاء الله بإذن الله اسمع يا رايد ما في رايد أيوه. في جاوب الآن وانت ساكت باكيجات وش فيفا إيش هذا باكيجات بفتح باكيج بفتح بطلع منه غسالة مثلا باكيج 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 زر الباكيج حظ مبدئيا ايوه 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 شغل مخ حظ لا ما الباكج يجي في طبق ولا في قزازة لا أول شيء حظ بعدين عادي أقول شيء لا لا ولا حرف الوضع متوتر ولا تنطق ما أدري شكي بشي حظي يعني الحس الأسودة أبو عبير بالله أسكت وتكلم يومي حطت حظ والله ما أدري الله يرجيك أبو عبير يا أبو عبير لا توترني كذا دقيقة برجع إذا فكر الميوت عشان الإنصاف الباكج عبارة عن حظ هذه أصول ما يبغى له واحد اثنين بسم الله قدامكم نايس طيب رز أو زر 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 أفتح فيه الباكج يا رب حلو أنا قلت والله ممكن والله أتوقع هذه 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 أقل حاجة زر بسم الله يا رب ما يكون الأسود والله قلبي يقول إنه الأسود شوف شوف صلوا على النبي أنا أقول إنه هذا الأسود بس إنه هذا التلميح اللي اقدر اطلع منه شيء بسم الله زر والله يا مجنون اسحب لي يا ابو عبير يا اسطورتي وحش يا ابو مشواح دف اقول شيء بقال اثنين واتوقع بيفوزون والله بس ابو مشواح سوي الحين خش وحش 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 اذربحه وحش روح اقدر يا ابو عبير يا ويلي والله ما اقدر يا اخي ابو عبير كفي معك تكلم والله انك قادح خرابي يا رب انك اسطورتي هذه ابو مشواح هذه هذه ما هذه فرصتنا الوحيده مين بيفوز علينا صالح ورايد لا يا شيخ وخر والله اقسم بالله انك هبيد درجه اولى اي والله ما ادري شلون من الجيم اللي راح شفتك تهبد في اشياء يا يلا بفكر انا بفكر يا رب الحمد لله والله يا نوى يا قمة الحماس أنا واصل له يا ولد جنان ألف والله قمة الحماس أول مرة أتحمس للعبة أي والله يو بس كيف تفكيري معاك والله إنك أسطورة توترتني يوم لازم تشوف الفيديو نصيحة أوكي يا جماعة وش أسوي الحين لو أكتب حناوي عائلة أبو عمر حناوي بيختار عمر بيختار طبق إنه أكل صح؟ اثنين بس بقى غسالة كيف أجيب غسالة؟ يا الله يا عيال لأنهم بتكون سهلة عليهم لو يكتب عملية بيحط قلب عملية قلب ممرضة خلاص فازوا والله قهر أقسم بالله أنا قهر وأنتم بالله عليكم أنا أدري أني بحاول إن هذا إذا ما جبتها صح بالله علموني وش الكلمة الحلوة اللي تضبط على الكلمة هذه إنه أخليه يجاوب على عمر وطبق وغسالة ها؟ واو لو اكتب مطبخ في ناس يحطون غسالتهم بالمطبخ بيختار طبق وبيختار غسالة وبيختار عمر ابو عمر والله لو يجيبها ايه مو لا 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 شيء شيء يخوف ابي اكتب مطبخ والله انه هذا املي مطبخ واحط له ثلاث كلمات طبق ابو عمر وغسالة لكن خلينا نشوف الكلمات الثانية قلب لا ذهب مطبخ لا عين زجاجة
زجاجة بتخرب الليلة مرة. بذمتك يا بعبير فكر من ذي الحينة يا نكن أو لا نكن. لا لا إيزي 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 الجيب الفوز بالجيب انتهى. حبيبي لا تلمح. رب المصحف أول مرة أتحمل زي كذا يا عيال. متعة. السلام عليكم أنا جاهز ولكن. عطنا. حلو. ما لمح والله بس. عطنا أمانة. من حدين. عطنا. يا رب أنا مرة. ثق فيني يا ابو مشوار مره واثق فيك خذها مني مطبخ طبق انتهينا منها هذه طبق اوف طبق حريق المطبخ ينحرق زجاجه موجوده في المطبخ بخ غساله ما حد يحط غساله في المطبخ غول هذا يمكن الطباخ بس ما له دخل ممرضه مره ما الامها دخل في المطبخ عمر هذا واحد ياكل في المطبخ بس ما نبغى نحطه ابدا اوه لحظه طيب طبق هذه بنضمنها قفل على طبق والله يا رائد لو انت سويت اللي في مخي لا احد يلمح طبق من ذهب الطبق من ذهب هل ممكن والله مصيبه بس ودي اروح للزجاجه ودي لان الزجاجه في المطبخ بس والله العظيم اني خايف ومتوتر ما ابعص ام المقطع يا رب لكن يا لحظة, رب. لحظه 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 خلونا الغول لا الصف الاول انسى الحريق ممكن هذه صص وهذه صص وهذه صص غساله الغساله مو في المطبخ الا ان كانت غساله مواعين لحظه اذا غساله صحون بتكون في المطبخ غساله طبيب ذهب يا الله اشياء كثير تتشابه يا اخي أقدر أربطها كلها في المطبخ والله يشوف زجاجة أنا بقول زجاجة في المطبخ أبغى أقفل على الزجاجة عشان أقدر أروح للي بعدها بسم الله يا رب لا 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 حد يلمح لا حد يلمح لا حد يلمح لا حد يقول شيء لا خلاص رايد رايد لا تتكلم خلاص والله ما أتكلم والله ما أقول ولا شيء يا رب يلا 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 يا أخي واجد تتشابه تكفى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب إني أجيبها أقولك شيء طيب أقولك شيء ايه مستحيل تجيبه واصعب مما تتوقع انا قاعد اشوف تبغى تضغطني لا لا ترى هذا مصيبه هذا يفكر ما ادري كيف بيجيب اي جيبه حظ ممكن لكن اقول لك شيء صعبه مره كيف اربط ممرضه بقلب وعندي طبيب ممرضه وقلب وطبيب كيف اربطها سوا الممرض ما ابغى يروح للطبيب ما ابغى يروح للطبيب هو تفكيره انا ماني عارف اربطها الصراحه مستشفى لا حيحط طبيب قسم القلب ممرضة 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 وقلب قلب بكتب حب في البداية مستحيل ثنتين وقاعد تفكر كذا أبو عبير إيش هذا حلو حلو الحب هذا قلب حلو مكان الحب مكان أهل القلب والحب كيف القلب كيف يشوف بالعين بعينك العين بصيرة ممتاز طيب أنا قايل لك واحدة أول شيء غول لك واحدة ما مستحيل ليش تروح للعين ممرضه والله ممكن في مرضى يعني كويسه تعالج الناس بطريقه احترافيه فالمرضى يحبونها طيب نحط عليه صوص الحبل بالكذب قصير ما له دخل طيب عمر اوه هذه عمر عليها صوص ليش لانه ال لما تتعرف على واحد بتحبه بعد عمر من المعرفه بعدين بتحبه فهذه لها عليها صوص حريق لا الله يا واد حبي حريقه لما مره ما تجي غساله لا قلب الكعبة بيجلطني يا عيال قسما بالله عطيتك كلمة واحدة ذهب والذهب من اللي ما يحب الذهب هذا واحد نشتغل على اللي بعده الخ اللي ما يحب الذهب طيب طبيب والله حتى الأطباء كلهم نحبهم والله حتى الغسالة والله ريحتها وش بقيت يا حبيبي ايش هذا غسالة والله ما في غسالة والله بتروح ملابسنا فلازم غسالة خلنا شيء تكفى طيب قلب هذه اصول ايوه بس عطيتك واحدة العين والذهب عطيتك واحدة العين والذهب انا وقف وقف انا عطيتك واحدة العين والذهب انا اعطيتك واحده والله يا عيال خلاص انهي اللعبه الذهب اللي ما يحبوه يا اخي انا اعطيتك كلمه كفي واحده كفي. طيب ومتحكم حتى بالميزانيات الدول الذهب والعين برضو العين اذا شافت شيء بتحبه يا اخي اللي فيها انا اعطيك كلمه واحده اوهو يا ذهب يا عين يا حبيبي وقف ما يحتاج صار تحليلاتي كويسه ما ندري ما ندري بسرعه يا عيال انا واحد تدري دربها انا وتوكل اقدع يا ولد هاي راح عين عين لو ذهب كان بيقول غالي بس حتى العين غاليه والله ما ادري يا عيال انا بقول شيء يا عيال لان انا انتوا ليش تقولوا لا 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 انا حاط له كلمه واحده طيب
انا حط له كلمه واحده يا عيال يعني بس يا حبيبي يا اخي هو من المنول يا ابو عقدة هو يبي يقدح طيب من راسه هو يحس بكلمتين انا كلمه واحده تقولوا له اقدح لا لما تقولوا له اقدح انا اقول حط له واحد في رقم واحد صح 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 يا اخي خلاص 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 بنهي بس اذا جابوها هم اخاف يجيبونها يا ابو عبير يا رجال الفلتين ابو عبير يجيبونها يا ابو عبير والله انت طيب عبير يا رجال الفلتين ما بيدي شيء يلا انهي انا حاط واحده لازم تنهي عشان لا تنهي ايوه انهي خلاص قوي قال انهي يلا بنهي يلا بنهي تكفى يا رايد يا ولد يا ولد شلون الحين ما ادري دقيقه تراست مي تراست مي تكفى يلا يلا يا رب ما ادري اجل لا تجيب شيء بعيد يا انا مش حطيت واحده يا دربحه مستحيل يجيبوها انا شايف الليله حيجيبوا العيد يا انه يجيب اسود يا انه يجيب حقتنا يا انه يجيب فاهم دربحه ما تلعب معه اصول يا ابو عبير تلعب معه هبد حاقد والله استغفر الله نصها هبد يا رجال اللي في البدايات مربي يا جاك كمستري بيني وبينه عن بعد ما انت داري كيف جاي ليك مو مرسل له شيء ولا شيء لا لا جاي شيء خرافي هو هبد وانا مشيت معاه في الهبد فاهم يعني عرفت تفكيره خشيت معاه زي اللوز والله يسعد عليك يا ابو عبير ما عليك اجل ابكتب ابو ابو بس بكتب ابو بيفهم انه ابو عمر ابو ذهب ابو عين لا ابو عين خاف اختار ابو عين وبينسى حقه الاكل اللي قبل شوي اعطيت انا حناوي عمر ابو عمر حناوي ابو عمر وغساله غساله صحون حناوي مستحيل ممرض ولا طبيب مستحيل غول ولا حبل مستحيل عين لا يا رب يلا تكفى ايش بسوي تغير يا رايد والله بمني هات الكلمه هات الكلمه رايد صوته تغير ايش فيه ايه تعبت نفسي تعبت 3 2 1 ابا ببعد بعيد عن هذا ها بس انا بسمع لا تفكر قلبك جاوب على طول هات خذ ناوي ناوي عمر ابو عمر هذه مليون بالمية اصول ابو عمر يوسف حناوي ابو عمر عمر حبل حريك غسالة ذهب عين طبيب غول أبو عمر غول الغول شخص كبير يعني رائد إيش هذا إيش هذا حناوي إيش هذا التلميح غسالة مستحيل حريك مستحيل أبو عمر هذه أصول عمر أصول لو ما تطلع صح يا رائد المشكلة فيك أنت مو فيني حلو حلو صول يا رجال حلو لا تكلم لا تكلم حلو لا تتكلم رائد حط ميوت والله ما تكلم خلاص أهو يا رب حط ميوت حط ميوت يا رب غسالة ذهب عين طبيب أبو عمر عيونه خضراء يمكن عين هو المميز فيه بس لا ما أتوقع ما مستحيل رايد تفكر كذا مصيبة لو تفكر كذا غسالة غول والله أبو عمر ما شاء الله جثة والله أحسها رايد ما بتغلط أنت ما أدري والله يا حليلك أبو عمر ما لا دخل ذهب عين ما في إلا عين وغول هذول الصص عين ما أتوقع بروح مع غول والله يا رايد أنا آسف إن كانت خطأ مستحيل مستحيل لا مستحيل حريق عين لا إله إلا الله ياش يلا جهز الحمد لله جهز جهز منعد ليش تحسب ان الكلمة هذه انه يلا كله صح منعد انا تكلم ترى ممكن ما اجيبها انا ترى صعبة عندي يا رايد انتبه يلا يلا تكفى يا ابو عبير تكفى يلا 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 شوف اذا اخطوا فزنا ترى خلاص ما اتوقع فزنا لا لا ما اتوقع اي والله انا بعد ما اتوقع شيء ما ادري والله ما ادري طبعا مستحيل مستحيل لا توترني رايد رايد لا توترني لا توترني ما راح اسمعك يا رب واحدة آخر واحدة سهلة آخر واحدة سهلة يا أبو عبير تكفى مستحيل يا رب فينك تسرع على كلمة واحدة بس مستحيل تفوز رايد بالله تكفى جمعنا على طول ونلعب ذا اللعبة والله العظيم والتعليقات إذا يبغون إيه عجبتهم تكفى تكفى جمعنا على طول ترى المقطع اللي قبل اللي نزلته قبل هذا ايوه مليون مشاهده واكثر من 110 الاف لايك دربحه متخيل مليون شخص بيشوف الهبد حقك هذا والله بيشوفون الحظ المحظوظ يا الله يا رب يا رب لايكات واشتراكات عشان نلعبها ثاني مره اي والله باذن الله يا جماعه اسبوع بير الحين دايخ دايخ يا اخي كلمه واحده وي وش يدوق فيه ما ادري والله ما ادري عنه يا اخي والله سهله يا ولد اوي هذا وين راح يا عيال والله توترت هي اكيد قريبه من السوداء والله اني بديت احس صح صح يا رايد صد صعبه قلبي يا سوداء يا لا لا يا ابو
دقيقة الله لا الأمل على أصبعك الكريمة. لا إله إلا الله. يا تحرق الليلة وأبو عبير يموت ويكنسل بث. لا والله بتطير فرحة والله صراحة. يعني بكتب مساعدة. مساعدة أتوقع إيزي جدا. شيل طبيب مستحيل. ممكن يفهم مساعدة على أساس إنها غسالة إنه تساعد. إبرة لو كتبت إبرة ممكن يفكر. والله ممكن يشطح شطحة بنت لذين. إبرة ممرضة. إبرة حلوة هذه فيها حنكة. إيش اللي يقولوا لي مليت تكتب مساعدة وسهلة وإيزي. إبرة إبرة ممرضة حبل حريق لا غسالة لا ذهب لا عين لا طبيب لا. أبى أشوف كيف يفكر. لو فاز كذا إبرة ممرضة هي اللي تضرب الإبرة. أبى أروح خارج الصندوق. بسم الله يا رب نضبطها. إبرة الإبرة تدقها الممرضة حبل إبرة إبرة وخيط حبل إبرة لا هذا حبل ما هو خيط بس نحط عليه أساس العين زي الإبرة والطبيب برضه نفس الممرضة. أبو عبير وترتني. واو إبرة لا حبل مستحيل الحبل ما هو زي الخيط لا الحبل كبير. طيب العين 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 ما لها دخل في الإبرة تفهم خلاص هذا الاثنين. مين اللي يدق الإبرة؟ طيب الطبيب ممرضة إبرة في المستشفى هذا الإبرة اللي نعرفها. آه يا دكتور يا دقها لك يا ممرضة يا طبيب. لا معروف الممرضة يدق. معروف الممرضة والله يدق. طبيب ما يدق. لا يجلس على الكرسي. يا عيال يا عيال الله يقلع عفو التمتر يا عيال. طيب شوف أنا شوف الأصول إبرة ممرضة أو طبيب ما يبغى لها واحد اثنين. الأصول مين؟ أنا رجال طبيب ولا؟ فبيدقني طبيب. بسم الله. لا بدي أشوف الرياكشن بدي أشوف. لا 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 أكثر اللي والله اختار طبيب. بسم الله يا رب يا رب اقعد يا حيدر بضغط يلا ياس شكرا شكرا اللي دق الرمين مين اللي دق الرمين اجلس على الكرسي على الممرضة هي الطبيب جالس في الكرسي وبعد ما تدق الإبرة في العضل يجيني وبعدين اعطيه التبن كامل حرام عليك حرام يا مسلم حرام هذا أكبر دليل على هبدي يا جماعة هذا هو واضح أمامكم هاي عطني طيب رائد قبل ما تعطيني أنا متأكد مليون بالمئة من الجواب وبقول الآن للكاميرا أصبر بحط ميوت الجواب هو ذهب الذهب لأن في البداية قال سفر والذهب من الأشياء اللي للسفر بعدين طبق من ذهب شبكة مرة ثانية وما بقي إلا هي خذها مني يو الملابس تنحرق الحبل يصنعون فيه الملابس أو حبل الغسيل حق الملابس ينشرون فيه الملابس يب إيه والله صدق والله في حبل يحط يا حبيبي أمسك الغسالة بس يا حبيبي أيوه والله العظيم عطانا الفوز طبق من ذهب والله يفوزون والله العظيم آه شكرا 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 طبعا شياتي قلتها أعطوني مساحة لو سمحت ما لومك ولا خذ راحتك هب تعرفوا انا اني كان مديني انهيها لكن حبيت احط ابره يا حبيبي اسمع ترى مديني اكتب مساعده واوضح ابوها مره مديني اكتب اشياء مره كثير قلت لا خلي عشان تشير فيه طعم في الحركات نحط ابره والابره مين يدقها والله مو طبيب يدق الابره ترى المريض هنا يدق الابره في طبيب في طبيب تخدير لا 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 تفكر لا 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 انت التخدير ما يكون بالابره حق الطبيب التخدير يكون بالهذا معروفه الممرضه المرضه انت لو تروح تكشف دكتور الاسنان كيف يبي ادربها دكتور الاسنان يوم انه يحفر ضرسك بابره ها ما هو دكتور الاسنان طبيب اقول يا ابو مشواح فريق ايزي انا اقول ودنا نغير الفريق اللي ضدنا والله العظيم نبي اقوى المقطع الجاي جيب اثنين عباقره دقيقه رايد انا ابغى واحد يهبد واحد يسوي انا بالنسبه لي ماني مقتنع حلو اذا وصل 100 الف لايك نفس التشكيله هذه تنزل ثاني مره تكفى لا تفوزون يوصل 100 الف تكفى يوصل ابغى ابو عبير معي ابغى بيضتي قدامه تكفى والله تم يعطيكم العافيه يا عيال ما قصرتوا حسابات الشباب تحت بالوصف يا جماعة الخير ولا تنسون الاشتراك يعطيكم العافية مقطع جاي بإذن الله إن شاء الله أنكم استمتعتوا السلام عليكم